مستمعينا الكرام، وفي آخر فقراتنا اليوم، وقعت جامعة حمد بن خليفة ممثلة في كلية السياسة العامة مذكرة تفاهم مع جامعة كاليفورنيا في بيركلي بالولايات المتحدة الأمريكية، ترسي إطارا للتعاون الدولي في برامج البحوث والتعليم والتدريب بين أعضاء هيئة التدريس والطلاب في الجامعتين على مدار السنوات الخمس المقبلة. وتشجع مذكرة التفاهم على التعاون في الموضوعات ذات الاهتمام الأكاديمي المشترك بين أعضاء هيئة التدريس والمجتمعات البحثية في الجامعتين، ويتوقع أن يطرح البرنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية بكلية السياسات العامة وجامعة كاليفورنيا في بيركلي برامج وأنشطة تساهم في تطور البحوث من خلال علاقاتهم التعاونية، ومن بين الأنشطة المرتقبة إجراء مشاريع بحثية مشتركة وعقد مؤتمرات وورش عمل وندوات وحلقات نقاش وبرامج تدريبية مشتركة. وسوف يمتد التعاون أيضا ليشمل التبادل البحثي بين أعضاء هيئة التدريس وطلاب الدراسات العليا وباحثي ما بعد الدكتوراه، وسيتم تشجيع التبادل المعرفة من خلال المنشورات الأكاديمية وأشكال التعاون الأخرى. ومستمعنا الكرام، لمزيد من تسليط الضوء على هذه الاتفاقية ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور أنيس بن بريك، الأستاذ المشارك والمدير المؤسس لبرنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية بكلية السياسات العامة. دكتور أنيس، أهلا وسهلا. مرحبا، مساء الخير. أهلين، مساء النور، كيف الحال؟ يا مرحبا، شكرا على الدعوة. أهلا دكتور. بداية، ما مدى أهمية هذه الاتفاقية اليوم، وكيف يمكن تحقيق أهدافها على أرض الواقع في ظل جائحة كورونا؟ طبعا يأتي توقيع مذكرة التفاهم بين كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة وجامعة كاليفورنيا في بيركلي، نعم، استكمالا لتنفيذ خطة تطوير برنامج بحوث وتقييم السياسات الاجتماعية بالكلية. ومن أهداف هذه الخطة تطوير طبعا الشراكات مع الجامعات المرموقة عالميا. وقد تم توقيع في شهر يناير مذكرة أولى بين كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة ومعهد السياسات العامة بجامعة ماريلاند بالولايات المتحدة الأمريكية. وعلى أثر هذه المذكرة تم تطوير برنامج تدريبي في مجال تقييم البرامج، وتم فتح باب التسجيل في هذه الدورة. أما فيما يتعلق بهذه المذكرة مع جامعة كاليفورنيا، فهي مثل ما ذكرت ترسي لتطوير إطار للتعاون في مجال البحوث والتعليم والتدريب في مجال السياسات العامة، وخاصة في مجال السياسات الاجتماعية. نعم دكتور، لو تحدثنا عن أبرز الأنشطة المرتقبة فيما يتعلق بالبرامج البحثية المشتركة. طبعا من بين الأنشطة المرتقبة إجراء مشاريع بحثية مشتركة في مجال السياسات الاجتماعية والرفاه الاجتماعي، وعقد مؤتمرات وورش عمل وندوات وحلقات وبرامج تدريبية مشتركة في هذا المجال، مجال السياسات الاجتماعية. وقد تم فعلا العمل على تطوير برنامج تدريبي الأول من نوعه في المنطقة العربية في مجال السياسات الاجتماعية، يستهدف طبعا الطلاب وصانع القرار، وسنعلن إن شاء الله عن فتح باب التسجيل قريبا جدا في هذه الدورة التنفيذية الأولى من نوعها في مجال السياسات الاجتماعية إن شاء الله. دكتور، هل سيشمل التبادل البحثي والمعرفي بين الجامعتين مجالات أخرى إلى جانب البرامج البحثية؟ طبعا يعني من المتوقع إضافة إلى البرامج البحثية والبرامج التدريبية عقد مؤتمرات ودورات نقاشية سنوية في عدة مجالات، ولكن حيكون تركيزنا الأكثر على مجال السياسات الاجتماعية، خاصة في مجال الرفاه الاجتماعي، وذلك طبعا بالنظر إلى تأثير جائحة كورونا على المجتمعات العربية، نعم، وعلى الفئات الهشة في المجتمعات العربية. نعم دكتور، لو نوضح للسادة المستمعين، ما هو برنامج البحوث وتقييم السياسات الاجتماعية وما هي أهدافه؟ طبعا هو برنامج رائد في المنطقة العربية
يهدف أساسا إلى تطوير وتعزيز البحوث وتقييم السياسات والبرامج الاجتماعية في دولة قطر والمنطقة العربية. طبعا نهدف من هذا البرنامج إلى مثل ما ذكرت إلى تعزيز وتطوير مجموعة من البحوث وتوفير البيانات لصانع القرار في عدة مجالات اجتماعية، مثلا في مجالات الفقر أو مجالات تعزيز الأسرة أو في حماية الطفولة أو في مثلا تمكين المرأة. طبعا مثل ما ذكرت هو برنامج رائد يركز على محورين. المحور الأول هو تعزيز وتطوير البحوث في مجال السياسات الاجتماعية، والمحور الثاني هو تقييم السياسات والبرامج الاجتماعية في دولة قطر والمنطقة العربية. نعم دكتور، أخيرا كيف يمكن أن تساهم هذه الاتفاقية في تعزيز سمعة جامعة حمد بن خليفة وتميزها الأكاديمي والبحثي؟ طبعا الشراكة مع هذه المجموعة من مع هذه الجامعات المرموقة يعزز طبعا من قدرات الإطار الأكاديمي والطلاب وتعزيز البحوث التي من شأنها أن ترفع مكانة جامعة حمد بن خليفة عالميا، وتعزيز طبعا دور دولة قطر في مجالات السياسات العامة عالميا. نعم الدكتور أنيس بن بريك الأستاذ المشارك في كلية السياسات العامة بجامعة حمد بن خليفة، نشكر لك هذه المداخلة المميزة ونتمنى لك مزيدا من التوفيق والنجاح. شكرا لكم. العفو.